السلام عليكم عندكم حبة قهوة أو اسبريسو وشوية بسكوت يلا نشوف هعمل بيهم ايه مكوناتي بسيطة وسهلة جدا 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 أول حاجة عندي هجيب بول كده كبيرة تكون فاضية أحط معلقتين من كريم شانتي معلقتين من معلقة طعام أي نوع كريم شانتي متبقي عندي معلقتين كمان من السكر البودر عشان الكريم شانتي ده ما كانش عليه سكر بودر معلقتين كمان من أي نوع جبنة كريمي متوفرة عندي بعد كده إيه، ميكس كل الحاجات دي على بعضها اخلطها كده كويس انا هستخدم الاسباتيولا النهارده الموضوع مش محتاج اي بهدله بالاسباتيولا كده ادوب الجبنه بتاعتي في الكريم شونتي وفي السكر البودر يلا نقلب 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 على فكره لو ما عندكمش كريم شونتي عادي جدا ممكن نحط الجبنه بس والسكر البودر وهتقوم بنفس المهمه دوبنا كله كده في بعضه وحسينا ان اداني قوام كده جميل وخطير ألمه كده على جنب واجي بقى ايه ادوق بجد بجد خطير خطير الميكس ده رائع يلا بقى نجيب بسكوت انا عندي بسكوت اللي هو إيه الفينجرز دوت اللي بنستخدمه في التراميسو كان فاضل عندي شويه هستخدمه ممكن يستخدم اي نوع بسكوت بس اهم حاجه يا جماعه اني مش هفرط البسكوت خالص او هخليه بودره لا انا هخلي فيه قطع ماسكه نفسها عشان هي دي اللي هتشرب الطعم بتاع القهوه الاسبريسو او اي نوع إيه نسكة فيه او اي قهوه سريعه التحضير براحتكم خالص هاخد منها فنجان نقطع بقى كل الكميه بتاعتي بتاعت البسكوت وابدا اخد بقى القهوه بتاعتي واحطها كده على البسكوت شويه شويه يا جماعه مش هحطها كلها مره واحده علشان ممكن البسكوت يشربها مره واحده والاقي ان البسكوت كميته كانت قليله على كميه القهوه. يبقى احنا بنحط شويه شويه كده ونقلب لحد ما نحس ان البسكوت بتاعي شرب كده وبقى ايه كله فيه طعم القهوه بتاعتي لان هو ده الطعم المميز النهارده في الوصفه الجميله بتاعتنا، بجد هيعشقها الكبير وكمان الصغير. يلا بقى بالشوكة كده نبدا بس نقلب كده المكونات كده على بعضها ونلم بقى المكس الجميل بتاعنا دوت بتاع البسكوت بالقهوه بالكريمه بالكريم بالجبنه الكريمي بالسكر البودر مع بعض طيب احنا حاسين دلوقتي ان دي مش هتعمل لي اللي انا محتاجاه يعني ما عملتش كده عجينه متماسكه اي نوع بسكوت متوفر عندي وانا من البدايه قلت ان ممكن اصلا ابتدي البسكوت اللي هو الفينجرز ده باي بسكوت ساده موجود عندي اي بسكوت شاي متوفر عندي بس ده هفرمه شويه بقى علشان يشرب السوائل اللي موجودة عندي في الوصفة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده انا بفركه بايديا على قد ما اقدر لحد ما احصل على قوام ناعم كده وجميل عشان هو ده اللي هيلملي في الاخر العجينة بتاعتي بجد بجد خطيرة لو حسيتوا انها لسه محتاجة كمان حطوا شوية بسكوت كمان شفتوا بدات تتكور كده ومش بتلزق في الدايه هو ده القوام اللي انا محتاجاه طبعا الوصفه سهله جدا جدا وبسيطه جدا ومكوناتها متوفره في كل بيت ما عندناش حبه بسكوت عندنا حبه بسكوت ما عندناش شويه جبنه كريمة عندنا ما عندناش حبه سكر بودر عندنا اي نوع قهوه وبجد طعمها رائع يلا بقى في الطبق دوت نحط فيه كده شويه من الكاكاو الكاكاو بتاعي يحبس بس لو كان فاتح علشان ما يبقاش غامق علينا ويبقى ممرر معانا فهنستخدم اي نوع كاكاو خام مع سكر السكر ويكون فاتح نبدا كده نبدره في الطبق بتاعنا علشان هنعمل بقى احلى كرات تيراميسو بجد خطيره ولا محتاجه فرن ولا محتاجه اي حاجه نستخدمها بقى وناكلها كده بجد رائعه 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 ومش مكلفه خالص. يلا بينا بقى نعمل بقيه الكور بتاعتنا ونحاول بقدر الامكان نعملها كلها كور حجم واحد وتبقى يدوب على قد ايه القطمه بتاعت البق عشان تبقى طعمها جميل وخطير. عندي حسيتها كبيره شويه بعد كده فكيت منها شويه وكورتها تاني. بجد بجد الوصفه تستاهل التجربه. كرات التراميسو او التراميسو بولز بجد خطيره خطيره خطيره. يلا نكمل بقى تقوير بقيه العجينه بتاعتنا ونحطها في الكاكاو بتاعنا وهوريكم طريقه التقليب ان انا برش تاني فوق الوش علشان انا عايزه شكل الكور تفضل زي ما هي ما تبداش تتكسر او تبدا تتفكك من بعضها وهاجي كده بشوكتين ابدا اقلب الكور في الكاكاو بتاعي علشان اعمل احلى كرات تيراميسو بجد جميلة سهلة وبسيطة جربوها هتنبسطوا منها قوي ولا قلبة التراميسو بقى ولا الماسكاربوني ايه، تشيس ولا اي حاجة من الكلام ده يلا بينا نكمل بقية الكمية بتاعتنا ونقدمها بقى ممكن نقدمها طبعا مع اي نوع من انواع القهوات ممكن نقدمها كده جنب حلويات جنب التشوكلتس طبعا احنا داخلين على ايه السنة الجديدة ممكن نقدمها هدايا للناس اصحابنا او نقدمها لاصحابنا لما يجوا يزورونا بجد اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه ونديها بقى رشة اكسترا كده من الكاكاو باودر ونديها كمان رشة فانسي بقى رشة كده جميلة لازم الرشة الاخيرة دي بتغطي على اي ديفو موجود في اي كرة وكمان بتديني الشكل الرائع بتاع التراميسو كده المبدور بالكاكاو نرش رشه كمان بقى من السكر الباودر عشان نحس كده بنزول التلج كده واللون الثلجي بتاعي بتاع اللون الابيض بجد بجد خطيره لو اول مره تشوفوا القناه عندي وعجبكم الفيديو اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتلفوا في القناه وتسيبوا تعليق جميل وزي ما بقول كل مره استمتعوا